خرجوا وهم لهم أطفال ولهم بيوت ولهم زوجات، ومع ذلك لا يزالون قائمين على أعمالهم ويقدمون محاضرات مجانية، ولا أحد من المسؤولين الحكوميين يكترث لشأنهم أو لتظاهراتهم أقل القليل حتى هذه الساعة. طبعاً هذه التظاهرات للمحاضرين المجانيين بين فارزتين، لا تزال هذه التظاهرات متواصلة رغم ارتفاع درجات الحرارة وتواصل حر الصيف، ولكنهم أي المتظاهرون أبوا أن ينسحبوا من المناطق التي يتظاهرون فيها قبل إيصال صوتهم ومواصلة المطالبة بحقوقهم. صابر علي بابا علي بابا انها بلا يا سلام.